بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ودفن كاهن في 15/12/1987 وخدم في دير الموسيقية بتنمية فترة طويلة جدا، وكان محبوب جدا من كل اللي اتعامل معه سواء في الدين أو في الخدمة بتاعته أثناء خدمته مع ضيافة الأنبا دوماديوس مقام القدس. من أنبا خدمة الأباء المباركين، نحن كلنا بنصلي إلى ربنا يجعل خدمته خدمة مباركة في المسلمين، كل يتمتع بأرض بيته اجتماعنا من كل واحد من الأفراد من أرض السويد تنظيم متابعها. كل سنة طيب يا سيدنا، ربنا يقعدها أحسن وقت لها بركة عليك وعلى الكنيسة وعلى كل المسلمين بصلاة القديس العظيم أبو السفين وبصلاة سيدنا المحبوب قداسة الباب القدس. Yeah.
يشرفني ويسعدني ان انا اقول لنفسي الخبر الجليل ان بصلني كل سنه ونفسي الطيب من العيد الثاني من صيامتك اسقف على برشيد تموه وتوابعها. انا في الحقيقه اتعلمت من نفسي الان بصلني في اثناء تواجدي في درجتي فيه. تعلمت منه الاطباع، شفت فيه انسان زاهد وناسي. الدنيا دي يعني مش ماسكه فيه في حاجه خالص، ومتكل على ربنا في كل حاجه، عنده المحبه، عنده فضيله برضه الكرم ده وكرم الضيافه. طبعا صفات الفضائل انسان لازم يمكن بقول له انسان ونفتر طيب. ما اعرفه عن الانبا صميم انه كان وما زال جادا في محبته لله وروحياته، خادما محبا عطوفا سلسا وبسيطا في معاملاته مع الجميع، مدققا في قراراته ومحبا للجميع. ملاحظة الحب الجميل للأقدس العظيم شريفة المسيح رجل الطوارئ الذي تشرع مخلصنا الصالح، شفنا في المسيح قدامنا حياتي وعلمنا يعني ايه طوارئ في الخدمة، يعني ايه اهتمام بأخوة الرب، تعلمنا منه ازاي تكون انجيل معاش تشهد للمسيح على الأرض. وهو شبه مخلصنا اللي قال عنه انه لا يسمح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، وقال له حنين جدا علمنا الفرائض المسيحيه في المعاشه ازاي نعيشها، ونطلب من ربنا يسوع المسيح انه يحفظ حياتك ويديك حكمه سليمان ونعمه موسى وقوه ايليا ولسان وسلاك ايوب ويديك كهنوتك سنين عديده باذن الله سلمين ويحفظنا ونرقص صلواتك.